عليكم. دمشق شفتو كاملين الفيديو ديال واحد الصحفي فرنسي اللي كان كيتكلم مع واحد الباحث فرنسي، وقال لي بالعباره، قال لي واش ما كتفكروش انكم تمشيو تجربوا دوك لي فاكسان في الدول الافريقيه؟ واجاب قال لي راه حنا خدامين، درنا واحد دي زابيل دوفر باش اننا نمشيو نجربوا هاد لو فاكسان في الدول الافريقيه. وهذا اللي خلق واحد الضجه اعلاميه، واحد الى كري لا زيزاني، وبزاف ديال الناس اللي قرروا انهم يجاوبوا ردوا عليه في فيديوهات. شي وحدين خداتهم الحماس وغلبات عليهم لدرجه انهم تشوفوا شي كلمات وكلام قبيح جدا وجارح. ما علينا، هذا كان رد فعل طبيعي، لان الانسان فاش كيحس براسو تقاس ليه الكرامه ديالو فهذا هو كيكون الرد الطبيعي. ولكن خصنا نديروا واحد السطر كبير على ولكن. هاد الحماسه اللي شفناها في النهار الاول والنهار الثاني ما بغيناش توقف هنا، حيت المهم عندنا هو اننا نستغلوا هاد الكلام اللي تقال في حق دول افريقيه وناخذوه ونخدموا عليه، يكون واحد المثابه، واحد الحافز باش اننا نبينوا لهم انهم على خطا، واننا ماشي في ارن تجارب كيف ما يظنوا، واللي هو الظن ديالهم من قديم من بكري راه ماشي وليد اليوم او البارح، بالعكس هذا كان دأبهم وهكذا ينظرون الينا دائما بواحد النظره ديال الاحتقار، واحد النظره ديال الدونيه. بطبيعه الحال انهم كانوا مستعمرين عده ديال الدول الافريقيه لواحد المده ديال قرن من الزمن، بل حتى ان الخريطه ديال افريقيا اللي شفتوها كتلقاوها الحدود مسطره بالمسطره، وكانت هذيك هي حدود تقسيمات سايكس بيكو الفرنسي والبريطاني اللي قسموا افريقيا بحال شي كعكه بحال شي حلوه. قسموها، فرنسا خدات بضع دول، الانجليز خداو الدول حتى هما، الالمان ملي خسرات الحرب راه تخلات على المستعمرات ديالها في افريقيا. ما علينا، هاد الضجه هادي ما خصهاش توقف هنا، بالعكس كما قلت خصها تكون واحد الحافز اللي تخلينا اننا نخدموا ونطوروا ذاتنا. ما يبقاوش الناس دائما يشوفوا فينا هاد النظره ديال الدنيا، علاش؟ حيت حنا اللي تخليو لهم المجال. لو اننا خدمنا ودخلنا لي لابوراتوار ماشي اون طونك كوباي كيف ما بغاونا هما، لا، ندخلوا نلبسوا البلوزه ونلبسوا الويزري ديالنا وندخلوا حتى حنا نبحثوا في لابوراتوار، ندخلوا نقلبوا حتى حنا على الادويه كيف ما هما تيحاولوا يقلبوا على الدواء، حتى حنا خص يكون هذا هو الدور ديالنا. راه ماشي هما عندهم جوج عقول وحنا عندنا واحد، ولا هما عندهم عقل وحنا ما عندناش، لا بالعكس، هذه الفكره اللي كيروجوا لها دائما. الرجل الابيض هو الرجل القوي، هو اللي كينقذ الدنيا، هو دائما السباق الابحاث العلميه، وانهم هما الاولين، هما هاد الحضاره، وانهم هاد العلم، وهادشي كامل حنا كما كنعرفوه فهو فقط بروباغوند ني بلوس ني موان. دائما هما في الاشاعات ديالهم، في الكذب ديالهم، في البهتان، دائما تيبغيو يبينوا انهم هما العرق الاسمى، كيف ما كان الاعتقاد ديال بنو اسرائيل نحن شعب الله وخاصته، كيقول نحن احباء الله. كذلك الاوروبيين راه مشاو على الدأب ديال بنو اسرائيل، وهذا هو الفكر اللي عندهم، اننا حنا قوم ناقصين في العقل. وهذا الشيء راه كما قلت لكم راه ماشي جديد عليهم، راه الشيء راه قديم. يكفي ان نعطيكم مثال بسيط، لو ليفغ ديال فولتير ليسي سور لي مورس اي ليسبري دي ناسيون، نعطيكم واحد دو ولا تخوا بارتي من الكتاب باش تعرفوا الناس كيفاش كيفكروا. هاد فولتير كان من اكبر الفلاسفه المنظرين ديال عصر الانوار، كنا قرينا عصر الانوار، عرفنا الفلاسفه ديالهم واللي بدات في فرنسا. نبغي نبين لكم بالملموس كيفاش هذوك الناس كيشوفونا والنظره اللي واخدين علينا وباقي تستمر الى يومنا هذا. مثال في الكتاب اللي قلت لكم ليسي اي لي مور سور اي ليسبري دي ناسيون ديال فولتير اللي خرج في 1756، لو توم 1 بارتي 38، باج 38. لا ميم بروفيدونس كي برودوي ليليفون لو رينوسيروس اي لي نيغر، جو دي بيان لي نيغر، a fait naître dans un autre monde des originaux, des condors, des animaux à qui on a cru longtemps le nombril dans le dos, et des hommes d'un caractère qui n'est pas le nôtre. يعني ما كيعتبرش الناس سكان افريقيا كبشر مثلهم. توم 2 باج 49، les blancs et les nègres، يعني دائما صفه قدحيه les nègres، les blancs et les nègres، les rouges et les lapons، الناس اللي جايين من لابوني من شمال اوروبا، اي لي سامويريد اي لي زالبينو، هما دوك الناس اللي عندهم داك المرض ديال الجلد كتولي عندهم الجلد ابيض، هما لي زالبينو. نو فيان سيغتينمون با دو ميم سول، لا ديفيرونس اونتخ توت سيز اسبيس ايت اوسي ماركي كونتخ ان ليفريي اي ان باربي. مقتطف اخر، لا بلوبار دي نيغر توس دي كافر سون بلونجي دون لا ميم ستوبيديتي اي كروبيرون لونتون.
هادو مقتطفات من كتاب ليسي سور لي مورس اي ليسبري دي ناسيون. مقتطف اخر من كتاب لو تريتي دو لا ميتافيزيك لنفس الكاتب فولتير، لي بلون سون سوبيريور ا سي نيغر كوم لي نيغر لو سون او سانج اي كوم لي سانج لو سون او زويتر. يعني تيقارن تيقول لك ان الانسان او الرجل الابيض مقارنه مع الناس ذوي البشره السوداء بحال كتقارن الناس مع القرادة والقرادة مع لي زويتر، لي زويتر هو داك المحار. يعني انا باش نبين لكم بان هاد العنصريه راه ماشي ولدت اليوم ولا البارح، لا بالعكس راه الشيء كان قديم، غير حنا كنت اما كنت عمى ولا كنت عمى، اما كنت عمى واما كنت عمى. ودائما بلا بروباغوند اللي مأطرين بها علينا وبالحظوه ديال الاعلام والسطوه الاعلام اللي مسلط علينا، دائما حنا كنمشيو اون كومباتي افيكو ميم اللي كيوقع لينا حنا شي مشكل حتى واحد ما كيعقل علينا. راه لاحظتوا المغاربه كاملين داروا التصويره ديال فرنسا ملي وقعوا لي زاطونطا ديال فرنسا، المغاربه كاملين داروا جو سوي شارلي فاش وقعت احداث شارلي ابدو، والامثله كثير. الناس داروا جو سوي بروكسل، الناس داروا اسبانيا، يعني فين ما تكون شي حاجه كضرهم هما كتلقى الناس اللي معانا حنايا كيتقرصوا وتبقى فيهم الحال وكيبكيو بلاصو، في حين ان ملي كيوصلنا حنا ملي كيصيبونا ضرر ولا شي حاجه بالعكس هما كتكون مزيانه لهم، بالنسبه لهم غادي ينقصوا عليهم الناس اللي مضيقين عليهم، حيت هما عندهم واحد لا فيزيون ديال لي شوز يقول لك ان بنادم كثير حاليا في الكره غادي خص يخليو غير لون بلون، هما ما كرهوش الناس دو كولور ما يبقاوش، بالنسبه لهم الفكر اللي كان غادي به هتلر راه هما حتى هما متبعين، بالنسبه لهم حنا غير عائق، وحنا اوني جوست دي مارشي اللي كيبيعوا فيهم ليكسيدون ديال لا برودكسيون ديال. هذا هو الفكر اللي عندنا حنا دابا حاليا. هذيك الهضره ديال هذاك السيد اللي دوا في السي اذا الفرنسي اللي دوا هذا مؤخرا خصنا ناخذوها كدافع ونزيدوا بها للامام، ونزيدوا بها للامام، وما نساوش الله عز وجل راه دوالنا علاش، راه هادشي راه حنا كنديروا خطا اننا ما تنقراوش داكشي اللي خصو تقرا في الوقت اللي خصو تقرا، ما تنديروش ما تنوضعوش الشيء في محله، هو تعريف الحكمه، الحكمه ان تضع الشيء في محله، حنا تنوضعوا الشيء في غير محله. العاطفه الجياشه ما كنعرفوش نستعملوها، والعاطفه الا ما حكمتيهاش وما ضبطتيهاش بحدود بضوابط العلم راه غتكون المهلكه ديالك. كيف ما بزاف ديال الناس كيتحمسوا وكيديروا افعال منافيه للاسلام ولكن حيت بالعاطفه ديالهم وما مقيدهاش بالعلم، كون كان عنده العلم ما كانش غادي يدير دوك الافعال الاجراميه. الله عز وجل في القران تقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، لا تتخذوا بطانه هي الاخلاء والاصدقاء من غير المؤمنين، لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم لا يقصرون في طلب مضرتكم، لا يلونكم خبالا اي لا يبذلون زعما ما كيخليوش شي جهد كيديروا الا باش ياذوا، لا يلون خبالا ودوا ما عنتم اي يتمنون الضر ان يصيبكم، عنتم لعنه والضر. قد بدت البغضاء من افواههم، من فم البغضاء وهي الكراهيه والعدو، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، يعني داكشي اللي تيقولوا فمهم راه هو الا جزء من بزاف تيخبيو عليه. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون، صدق الله، هذا كلام الله عز وجل اللي نزل هذه 14 قرن وباقي صالح الى يومنا هذا، ولا ياتيه الباطل ولا من بين يديه ولا من خلفه، لانه كلام الله، وهو الذي خلق الناس، وهو الذي خلق الكفار والمؤمنين، وهو الذي خلق الاجناس البيض والكحل والصفر والاحمر، وهو اللي فرض عنا في الاسلام انه ما يكونش الفرق بين الابيض ولا الاحمر ولا الاسود ولا العربي ولا العربي ولا الاعجمي، لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى، حنا كلنا سواسير او كلنا ابونا ادم وامنا حواء، كلنا بني البشر، خلقنا الله عز وجل من تراب باش بنادم ما يتكبرش ودائما تستعقل وترجع للاصل ديالك، الاصل ديالنا حنا هو التراب، راه ماشي حشو بيض وحنا سمرين وهذاك احمر وهذاك صفر، راه حنا ماشي الله، كاملين من تراب، كلنا من تراب. ولهذا لا داعي ان ننساق في لا بروفوكاسيون، راه حيت هو قال هذاك لانيماتور قال سي جو بو باريت ان بو بروفوكاتور، راه قالها يعني انو بروفوك، مي حنا خصنا نبينو لا رياكسيون ديالنا ماشي بالمعيور،
وماشي بمقاطعه ال سي. انا دابا شي كوا كو الا قاطع شي ال سي صافي راك ضربتيهم مركز حساس ولا مركز استراتيجي. لا راه انت خاطئ. راه عندهم مليار اذاعه وعندهم مليار انيماتور وعندهم الاف ديال الاذاعات ولي ساتيليت الاقمار عندهم. يعني لوتي دو بروباغون ديالهم ما عمرك ما غادي توصل معاهم. ما عمرنا ما غادي نتهزو معاهم بالراس. ما عمرنا ما غادي نقدروا اننا ننافسوهم في هذا الميدان. ما يمكنش. ولكن نقدروا حنا نوعيو ذاتنا. حنا المهم عندنا حنا نخدموا على راسنا. حنا راه لي بلو غون شونجمون راه سي سون سو كي فيان دو لانتيغ ماشي دو ليكستيغ. نعطيكم مثال بالبيضه. البيضه اذا وقع واحد الانفجار سببه خارجي اي من الخارج اش كيوقع؟ كتهرس البيضه وكيموت الفلوس وكتنتهي الحياه بالنسبه لديك البيضه. اما فاش كيوقع انفجار من الداخل اش كيوقع؟ كتكون هناك حاجه كيلمو لنا واحد الفلوس هاد العصفور كيلمو كيولي دجاج. يعني لي بلو غون شونجمون سو سون لي شونجمون كي فيان دو لانتيغ. دابا هما اي نوزون طوندو اون بيرش خاصنا حنا نضون بروفيتي ونستغلو الصالح ديالنا ومنبقاوش بحال الغوغاء كنغوتو بلا بلا بلا. كاين بعض المغنيين اللي عيروه كاين شي وحدين اللي قالك لا حنا نقاطعو الاذاعه. هادشي سي فان ما عندنا هادشي لا يسمن ولا يغوي من جوع. بالعكس غير نو فاكو نو زابيزي. حيت هادوك الناس اللي خرجوا في الخرجات الاعلاميه والفيديوهات هادي 3 ايام ما بقاش كيدوا على الموضوع اليوم. علاش؟ سي تو طافي نورمال. حيت برد داكشي اللي كان حارقو من الداخل راه بردو بديك الغواش وبديك الانفعالات. بحال فاش كتوقع شي حاجه كيقول لك لا نمشيو نخرجوا نديروا تظاهر. راه هذوك التظاهرات لا تجدي نفعا ولا تسمن ولا تغني من جوع. الناس اللي زعما تقول لك لا نمشيو نديروا وقفه تظاهريه من اجل الاقصى. ولا بغيتي تحرر الاقصى راه ما عندك ما تمشي دير وقفه تظاهريه في محمد الخامس. ما صافي غير كتضيع في الجهد كتمشي كتبقى تغوش كتخرج ديك الطاقه السلبيه وكترجع مكالم وكتقول صافي راه درت شي حاجه. الوقت ما درتي حتى شي حاجه. ما درتي حتى شي حاجه بل بالعكس غير ضحك شي فيك الناس. الناس اللي هما مخشيين في لي لابوراتوار ومخشيين في المعامل وفي المصانع تيصنعوا تيخترعوا وباغيين يخترقوا الافاق. هما وصلوا للقمر هما وصلوا لاعماق المحيطات وحنا باقيين لا حنا غنديروا وقفه تظاهريه نديروا وقفه احتجاجيه. لا هاد الازمه هادي هاد البلوى اللي نزلت علينا ديال الكورونا خصها تفيقنا وتوعينا ونستافدوا شحال من حاجه. حيت حنا راه باقيين ناعسين وباقيين كنحلموا. خصنا نفيق نفيق ومنبقاوش ناعسين منبقاوش ناعسين. الناس راه خدامين حنا ناعسين وباقيين كنظنوا بان هادوك الناس راه باغيين لينا الخير. فهي انه راه ما باغي لك لا خير لهم. واش الدوله اللي احتلاتك مده 40 عام ولا اكثر واحتلت الدول المجاوره لينا مده 30 عام 130 عام راه لا يتصور ولا راه لا يستقيم هذا الامر انك تظن عبثا ان هذوك الناس غيبغيو لك الخير. راه ما يبغوش لك الخير. حاليا تيتعاملوا معنا حيت عندنا مصلحه جان لقاو عندنا لا مان دوفر رخيصه راه تيجيو يستغلوا لا مان دوفر ني بلوس ني مور. ماشي تو كرو با كو جايين على قبل لاجل سواد عيوننا يعطيونا الخدمه ينزلوا ياخذوا لومبلو. نو نو با دو تو با دو تو. لي زوتيل اللي كيداروا المسائل كيداروا باش هما حش ما عندهم الشمس في اوروبا كيجيو يتشمشوا هنا في الصيف. يعني الحاجه اللي عطاوها لك راه ماشي حبا فيك. نعطيك مثال اخر يما الاستعمار في المغرب كيقول لك حق الاستعمار هو اللي دار لنا البنيه التحتيه ودرنا لافراستركتور درنا كذا درنا اي متفق معك راه دارها. ولكن علاش دارها؟ دارها للمصالح ديالو. دار لك ميناء كبير في قنيطره وميناء كبير في الدار البيضاء باش تولي عندك الملاحه البحريه فاسيل. ماشي حبا فين وباش يوصلوا للمسائل اللي تيستغلوا من الخيرات ديال البلاد دغيا توصل عندهم. توصل عندهم في الوقت ملي هو لو بيتي باريزيان يبغي ياكل ان فوغي ا لا كريم خاص يلقى الفرينه ديال الشاوي تكون واصله عنده. يعني داكشي شنو داروا؟ شنو داروا السكه الحديدي؟ وداكشي علاش السكه الحديدي مابقاش مراكش ما بطوش ديك الساعات ما كانش عندهم الغرض. داروا كيقول لك حكا راه خلاو لنا التيران. شحال من تيران خلاو لك التيران محمد الخامس راه كانوا كيديروا في المسائل ديالهم. يعني المدن اللي داروا في ذاك الزمان داروا غير باش دوك الناس الفرنسيين اللي كانوا عايشين انذاك هنا انهم يكون عندهم كل شيء. لقاو التيران لقاو المدرسه لقاو كذا. راه ماشي لينا حنا. راه المدارس اللي بناو المسائل راه خلاو لولادهم راه ماشي لينا حنا. راه هادشي اللي الناس مازال مابغاش تفيق وتقول لك لا هذوك الناس مزيانين كون ما هما كون ما حنا كذا وكون ما هما كون ما حنا كذا. لا بالعكس كون ما هما كون ما حنا حسن. دابا ما كاينش شي دوله تطورات بالاستعمار. هذه راه لا تتصور على البال. الدول اللي تطوروا ماشي بالاستعمار تطوروا بعمل داخلي. والدول اللي افونساو وقدروا يديروا واحد القفزه نوعيه نغلقوا على ذاتهم واحد المده. حنا حاليا توفرت لنا هذه الظرفيه ديال الانغلاق. حنا دابا كلشي سد على راسو. يعني حاليا محتاج شي حاجه ما تقدرش تمشي تستوردها حيت كلشي ساد لك. سادين الطياره سادين البطوات سادين كلشي. الحركه في الكره الارضيه كلها ساكنه دابا. يعني ما تقدرش تجيب شي حاجه.
يعني لا قدر الله واش اللي ممكن نبغيوش ان هاد الازمه تطول تولي واحد ضرب واحد العام ولا غير 6 شهور مثلا واش غنبقاو حنا بحال هكا؟ ضروري خصو يولي هذيك المسائل اللي كنا كنستوردوها ما نبقاش نستوردوها ونصوبوها هنا، يولي كل شيء عندنا مصنع هنا. ولهذا خص الناس تشوف وتعرف بان الا بغيتي تولي دوله قويه وفي غنى عن صداقات الدول المجاوره ودول الاصدقاء بين قوسين، خصك تطور الذات ديالك، تطور المصانع ديالك والمعامل ديالك، ودير واحد النسبه كبيره ديال لو بي بي ديرها فاش في لا ريشيرش ديفلوب البحث العلمي ضروري ومؤكد. ما كاينش شي دوله كتحترم راسها الا ومخصصه واحد البيدجي للبحث العلمي. ما درتيش البيدجي ديال البحث العلمي ما تنتظر حتى شي حاجه. نحاولوا نقصوا الضرائب على الناس اللي غيتلونساو فاش في لاندستري، نبازو على لاندستري حيت قطاع الخدمات لي سيرفيس، وحنا لي سيرفيس عندنا شنو مبازين بزاف على التوريزم. التوريزم واحد القطاع اللي ما عمره ما غادي يعطيك دائما، واللي هو واحد القطاع اللي كي توجو اون فونكسيون دو بلوزيور فاكتور اكزوجين، ماشي اندوجين، ماشي داخلي، اكزوجين. يعني خصك تكون عندك علاقه مزيانه مع الدول اللي خصك دير لهم لا بروموسيون ديال البرودوي ديالك التوريستي، وتمشي عندهم وكذا 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 وتسهل لهم. وراه كيف ما لاحظتوا كيف ما شفتوا ان التسهيلات اللي درنا لي توريست مؤخرا باش نستقطبهم بزاف راه جابتنا الويلات اكثر من الخيرات، جابتنا الويلات اكثر من، ولا عندنا انخلال انحلال اخلاقي، ولاو عندنا الناس الله يستر اللي ما عندهمش باش يسدوا الجوع ديالهم، ولاو كيتعاطوا لي زاكتيفيتي مخله للادب مخله الاعتقاد حنا ديالنا كمسلمين، ولاو كيمشيو كيتعاملوا مع هذوك السياح بشي اشياء يعني تحز في الخاطر. صراحه ما بغيتش نذكر الامثله ولكن صراحه تحز في الخاطر، خاصه ملي كتشوف ان قناه المانيا جات لهنا ودارت لك دوكيومونتير في وسط مراكش على دي سين تيوقعوا بالليل اونتر دي ماروكان ادولت و دي ادولت اترونجي، فاش في معاملات على حساب دي زونفون. هادشي راه يندله الجبين وخصنا نبكيو علاش. صراحه هذا الواقع راه مؤلم جدا، ولا كيسبب لنا السباب من عند الناس، ولا الناس كيتجرؤوا علينا بهذا المسألة. يعني نرجعوا للموضوع الاساسي اللي هو خصنا حنا في الظرفيه هذه ما حدنا مغالقين على ذاتنا، نصلحوا ذاتنا من الداخل وما نتسناو حتى شي حاجه من الخارج، وما نبقاو نتسناو حتى شي حاجه. خصو يولي عندنا لو ليبر اربيتر، تولي عندنا استقلاليه في كل شيء حتى في اتخاذ القرارات، ما نبقاوش نتسناو القوانين الدوليه وكذا وكذا وكذا. الدول اللي افونساج ما كتسنى لا قوانين دوليه لا والو، علاش؟ حيت عندها دوله قائمه بذاتها ما محتاجه حتى شي حاجه. الصين مثال ديال الصين، الصين في الحرب العالميه الثانيه كلات العصا ديال بصح من جراء الغارات الياباني. كلشي كان تيقول ان الصين دوله شاسعه جدا وفيها كثافه سكانيه كبيره ما عمرهم غادي ينوضوا، ولكن سكتت الافواه كلها حيت الصين حاليا ولات اقوى عضو اقوى قوه اقتصاديه حاليا، فاتت الامريكان فاتت كلشي. وحاليا هادشي اللي واقع راه بين من جراء هذيك لا بالونس كوميرسيال اونتر لي ايتازوني ولا تشين اللي ولات اون فافور دو لا تشين، دونك اوتوماتيكمون ولاو حزازات ولاو مشاكل، لدرجه ان الله يحفظ ما كنتمناش هادشي يقدر تنوض الحرب بيناتهم. تقدر تكون حرب اما بيولوجيه ولا حرب كلاسيكيه ولا تكون حرب اقتصاديه اللي هي عايشينها ديجا، ولكن غتكون في واحد المستوى اللي هو اكثر شي جوج مرات ولا ثلاث مرات من الحرب البارده اللي كانت في القرن الماضي. ولهذا خاصنا حنا كافارقه وكمغاربه نتحدوا بيناتنا ونديروا اليد في اليد ونشجعوا بعضياتنا، ضروري نشجعوا بعضياتنا ونحيدوا ان ديك كثره ثقيله وقع. وتشوف شي واحد بغي يدير شي حاجه تضحك عليه تقول لي لا انت والله لا طفرتي هذيك العقليه خصنا نحيدوها ما خصهاش تبقى عندنا. ما وصلتناش وما عمر ما توصلنا، جربناها ما وصلتناش. ديك العقليه ديال الاستهزاء على اي حاجه ما وصلتناش، العقليه ديال التفاهه ما وصلتناش. خصنا نوليو نعرفوا نديروا لاباغ دي شوز، وقت الجد جد، وقت الضحك ضحك، وملي تكون تهضر في الجد ما تدخلش الضحك، وملي تكون في الضحك ما تدخلش الجد بتاتا. عرف دير لاباغ دي شوز، ملي تكون في المعقول معقول، ملي تكون في الضحك في الضحك. شفتي شي واحد باغي يدير شي حاجه قول، الا ما قدرتيش تقول ليه والو قول ليه سير الله يسهل عليك واسكت صافي. من كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ولا تفكر انت غير المثل المغربي اش كيقول لك، الفم اللي يقول الزمر يقول التمر، ما قادرش تنفع بكلمه زوينه اسكت اسكت ما تقول والو وخليه يدير اللي بغى. حنا خصنا نكونوا
كل جسد الواحد كل بنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هادشي اللي خصنا نكون ونديرو يتفيد. والحمد لله الحمد لله الحمد لله راه بداش واحد البوادر ديال لو شونجمون. شفنا مؤخرا وزير الصناعه وقف على شي دراري تبارك الله داروا البحث وقدروا انهم يصوبوا لنا دي زاباري ريسبيراتوار. هادير سي اون افونسي كونسيديرابل. عندك شحال قرا سي اون افونسي فريمون كونسيديرابل. حنا اللي كنا كنقولوا غير العام اللي فات المغرب ما كيصاوبش حتى براجل ديال الخيط. حنا الحمد لله بدينا كنصوبوا لي زاباري ريسبيراتوار. الا صوبنا الانفراستركتور حاليا اللي حنا واقفين على دابا ديال الميديكال راه غادي تنفعنا. سي سير غادي تنفعنا. حنا دائما كنا كنتشكاو من قله ديال الاسره ومن قله ديال الاطباء وقله ديال المستشفيات. فهذه فرصه باش اننا نصوبوا هاد الانفراستركتور ميديكال نصوبوها وما نبقاوش نتسناو حنا الدول الاخرين. دابا حاليا الدول كلشي سد على راسو. يعني الا احتاجت شي حاجه ما كاينش اللي غادي يعقل عليه. حاليا راه ولات القرصانه. واش فراسك ولا فراسك ولات القرصانه ولات القرصانه. واحد لا كارغيزون ديال لي ماسك و لي برودوي ديال الميديسين كنصيفطوهم للشينو والايطالي. دار الطياره اسكال في كرواتيا. كرواتيا خدات السلعه هبطاتها طاليان ضربو مطرين. ابارامون عاوتاني واحد لا كارغيزون كانت غاده لتونس في البحر الابيض المتوسط وتلقات لها البحريه الايطاليه وخداتها. يعني حاليا ولا قانون الغاب. ولهذا خاص كل واحد يحاول يسد على راسو. حاليا ما حدنا نيت سادين على راسنا ولكن نخدمو ماشي الناس. ونخدمو نخدمو 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 ونديرو يتفيد ونتحدو بعضياتنا. هذا هو غيكون الرد على ديك القناه ولا دوك الناس كاملين الاوروبيين اللي دائما كيشوفونا بالنظره الدنيه. ولما لا غدا بعد غدا حنا من غنصوب واحد لو فاكسان ديال واحد لا مرضي اللي تفشات عندهم هما غنمشيو حنا عندهم نقول لهم السلام عليكم حنا جينا نجربوا فيكم هذا الفاكسان. وديك الساعات غنشوفوا الرد ديالهم كيفاش غادي يكون.